أولى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اهتماماً فائقاً ورعاية خاصة بفئة الفنانين والمثقفين المبدعين الشباب، وهي العناية التي تعبر عن إيمانه الكبير بأن النهضة المأمولة في بلادنا إنما هي ثمرة تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة، وفي مقدمتها أهل الثقافة والفنون باعتبارهم قوة الوطن الناعمة. سيدي الرئيس، تشاركوننا هذا الاحتفال المبارك رغم المهام الجسام التي تطلعون بها في قيادة بلادنا العزيزة، إذ أوليتم وما زلتم اهتماماً فائقاً واستثنائياً بفئة الفنانين والمثقفين، إيماناً راسخاً منكم بأنهم قوة الوطن الناعمة ودرعه المشرق على الجزائر والإنسانية، وهم بلا منازع حماة ذاكرته وبناة وجدانه وهويته الأصيلة. المشاريع والفعاليات الثقافية والفنية التي تشرف عليها وزارة الثقافة والفنون إنما هي تجسيد لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، تأكيد وتعزيز مكونات الهوية الوطنية، الإسلام، العروبة والأمازيغية، الإنتاج الفكري والثقافي والفني لخدمة النمو الاقتصادي، تعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية، تجسيد دبلوماسية ثقافية ودينية في خدمة الإشعاع الثقافي للجزائر. صدور المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي للفنان إنجاز تاريخي كان حلماً ومطلب الفنانين والمثقفين الجزائريين، فقد تم التكفل بالفنان من خلال الضمان الاجتماعي والعمل على إنشاء مركز طبي خاص بالفنان وتخصيص قصر المنزه بحي القصبة الجزائر العاصمة لاحتضان دار الفنان. تنفيذاً للالتزام 20 من التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلق بالإنتاج الفكري والثقافي لخدمة النمو الاقتصادي، تم تدشين أول مدينة سينمائية في ولاية تميمون بلدية نركوك. عملت وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية على إنشاء معاهد بلدية للموسيقى على مستوى البلديات المتواجدة بولاية تيبازا، أشلف، باتنا والبليدة، بجاية وقسنطينة، بغرض الحفاظ على الذاكرة السينمائية الوطنية. رفعت الوزارة التجميد عن مشروع المركز الوطني للأرشيف السينمائي والذي سيسمح بالتكفل بالأرشيف السينمائي ورقمنته، إنشاء المعهد العالي للسينما بالقليعة والذي ستفتح أبوابه السنة الجامعية القادمة ليضمن مهمة التكوين العالي في مجال السينما، العمل على إعادة بعث الصناعة السينماتوغرافية وذلك بتشجيع الاستثمار في استوديوهات الإنتاج بمنح كافة التدابير التحفيزية للمهنيين. فتحت الوزارة المجال أمام المنتجين عبر استغلال فضاءات التصوير بقصر السينما تينركوك، وقد تم تكوين 3000 متربص سنة 2023 في الجوانب التقنية والفنية للسينما والمسرح من خلال تنظيم 120 ورشة تكوينية في 25 ولاية. العمل على إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون. تم إعادة بعث مشروع إنتاج فيلم الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، تدشين 3 مسارح جهوية جديدة على مستوى 3 ولايات، عين الدفلة، جيجل والبويرة. نص البند السادس من الالتزام 46 من التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ترقية المطالعة خاصة في المدارس، ويقضي البند الثالث من نفس الالتزام بضرورة الدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وترقيتها ومكافحة قرصنة الأعمال الفنية. ومن أجل الارتقاء بصناعة الكتاب في الجزائر، بادرت وزارة الثقافة والفنون إلى العديد من المشاريع والفعاليات. وفي هذا الصدد تم طبع 18 ألف نسخة من كتب البراي،
إلى جانب طبع أكثر من 261 ألف نسخة من الكتب في مختلف المجالات الثقافية والأدبية. إن وزارة الثقافة والفنون، ومع الإشارة إلى العدد المعتبر من العناوين المنشورة هذه السنة سواء في التظاهرات الكبرى على غرار 60 الاستقلال وكذا البرنامج السنوي لدعم النشر والكتاب، إذ تؤسس هذا الفضاء المعرفي الأدبي، إنما تصبو إلى تفعيل الاستراتيجية النهوض بالكتاب والقراءة. نظمت الوزارة جلسات وطنية حول النشر وصناعة الكتاب، والتي حضرها أكثر من 220 مشاركة وممثلين من مختلف القطاعات الوزارية و37 ناشراً و24 ممثلاً من مختلف الهيئات والجمعيات. عرفت الطبعة 26 من المعرض الدولي للكتاب لسنة 2023 نجاحاً باهراً واستثنائياً بمشاركة غير مسبوقة ل 1286 دار نشر، وبتنظيم أكثر من 400 فعالية ثقافية بحضور قياسي للجمهور بلغ أكثر من 3 ملايين زائر. البند الرابع من الالتزام 46 من التزامات السيد رئيس الجمهورية دعا إلى مرافقة المبادرات التي يطلقها الفنانون الشباب من خلال وضع آليات الدعم وتشجيع الإبداع ودعم الجمعيات الثقافية المحلية في مبادراتها الثقافية والفنية وتنظيم الفعاليات قصد إثراء الزخم والحركية الثقافية في كل ولاية الوطن. ناهيك عن البرنامج السنوي للمهرجانات الثقافية المحلية والوطنية والدولية. بعد إنشاء ثانوية الفنون علي معاشي والتي ستعرف أول دفعة بكالوريا في دورة جوان 2024، قامت الوزارة في إطار تحسين الأداء النوعي للتكوين بإنشاء خلايا ضمان الجودة على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الثقافة والفنون لتأطير الخبراء والمختصين. نحن نسعى من خلال هذه المدرسة، يعني الهدف منها وهو تنشئة جيل من الفنانين الجزائريين المتشبعين بالعناصر الهوية الوطنية. في الالتزام 50 من التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي نص على تجسيد دبلوماسية ثقافية ودينية في خدمة الإشعاع الثقافي للجزائر، حرصت وزارة الثقافة والفنون على تقديم أحسن تمثيل للجزائر في التظاهرات الثقافية بالخارج في إطار التعاون الثنائي في 11 دولة وإقامة عدة أنشطة ثقافية أجنبية في الجزائر بمشاركة العديد من الدول من مختلف القارات، إلى جانب توقيع 8 اتفاقيات وبرامج في إطار التبادل الثقافي. ومن هذا المنطلق وقعت الجزائر بروح التضامن مع الشعوب الشقيقة والحفاظ على الثوابت الوطنية على اتفاق مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حول تعزيز التعاون الثقافي وإحداث مسرح وطني صحراوي، حيث رافقت الوزارة الفنانين الصحراويين لإنتاج عرض مسرحي يروي كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية. رافقت وزارة الثقافة والفنون مختلف التظاهرات الدولية الكبرى التي تحتضنها الجزائر على غرار الشان بتنظيم 52 نشاطاً ثقافياً مرافقاً و96 نشاطاً في الألعاب العربية، فضلاً عن برنامج الاحتفال بستينية استرجاع السيادة الوطنية. We'll be right back.
ومن أجل حماية التراث الثقافي برمجت وزارة الثقافة والفنون دورات متخصصة وتكوينا تقنيا مكثفا لصالح 120 إطار من إطارات وأفراد الشركاء الأمنيين العاملين في الميدان. وفي مجال حماية وصون التراث الوطني أشرفت الوزارة على إعطاء إشارة الانطلاق لعملية ترميم الزاوية التيجانية ببوسمغون ولاية البيض. ووفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بترميم المساجد العتيقة، باشرت الوزارة العملية على غرار ترميم أول مسجد يشيد بالجزائر، مسجد أبو المهاجر دينار. وفي نفس المجال سجلت الوزارة أغنية الراي رسمياً في قائمة التراث العالمي اللامادي لليونسكو لتحقق مكسباً وطنياً ودولياً للجزائر. كما تم تصنيف النقش على المعادن سنة 2023 كتراث جزائري، ليصبح بذلك عدد الممتلكات الثقافية الغير مادية المسجلة في قائمة التراث 10 عناصر. تعمل وزارة الثقافة والفنون على تصنيف المزيد من العناصر اللامادية، فقد تم في شهر مارس 2023 إيداع ملف تصنيف اللباس التقليدي للشرق الجزائري. وفي إطار حماية التراث استرجعت الجزائر بعض الممتلكات الثقافية على غرار سيف الأمير عبد القادر وبعض المتعلقات الخاصة بها. خصصت وزارة الثقافة والفنون جزءاً كبيراً من جهودها لإفريقيا حسب توجيهات من السيد رئيس الجمهورية، فاحتضنت متحف إفريقيا الكبير وتم التوقيع على اتفاقية المقر الخاصة به. وفي نفس السياق ومتابعة للمشاريع الرائدة، تواصل وزارة الثقافة والفنون متابعة ملف مشروع مركب الثقافة والترفيه مع الشريك الصيني للوقوف على مختلف الإجراءات المتخذة من أجل الشروع في إنجازه في الآجل المحددة. وتدعم قطاع الثقافة والفنون بإنشاء المتحف العمومي الوطني أحمد محساس بتندوف ليصل عدد المؤسسات المتحفية الوطنية إلى 24 مؤسسة. أطلقت وزارة الثقافة والفنون مشروع الخريطة الأثرية الجزائرية، إذ وبعد جلسات جهوية تم تنظيم ملتقى وطني حول الخريطة الوطنية الأثرية نهاية شهر التراث الثقافي لسنة 2023. وفي إطار جهود الدولة الجزائرية في مجال الرقمنة، تسعى وزارة الثقافة والفنون إلى إدراج الدفع الإلكتروني في المؤسسات الاقتصادية كجزء من عملية تعميم الدفع الإلكتروني في المؤسسات الثقافية، مع إنجاز مشروع نظم المعلومات الجغرافية الخاص بقطاع الثقافة والفنون. على صعيد آخر، عرفت وزارة الثقافة والفنون نشاطات هامة ومميزة من بينها منتدى الفكر الثقافي الإسلامي تحت شعار الحوار والتعايش، مسابقة شعرية وطنية لأحسن قصيدة في مدح الرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحت اسم جائزة القصيدة المحمدية في مدح خير البرية، الأيام الوطنية للأغنية الثورية بدار أوبرا الجزائر ومنتدى الكتاب، تنظيم ندوة دولية المشترك الصوفي الجزائري الإفريقي تحت عنوان قوة ناعمة من أجل مستقبل إفريقيا، ندوة دولية إحياء للذكرى 50 لوفاة مالك بن نبي في صالون الكتاب الدولي، الملتقى الدولي حول المقاومة الثقافية في الجزائر خلال الثورة التحريرية، شهر التراث تحت اسم التراث الثقافي الجزائري وامتداداته الإفريقية، ودعماً لفئة المبدعين الناشئين في مختلف المجالات الثقافية استحدثت الوزارة جائزة أشبال الثقافة سنة 2023. إن هذه الإنجازات لتحملنا مرة أخرى على تجديد الشكر والعرفان للسيد رئيس الجمهورية على هذه الرعاية الكبرى، والشكر موصول على تلك الإنجازات التي تحققت وفق رؤيته الرشيدة.